اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. هو اللي حصل امبارح، اتكلمنا عن عاشوراء، كل سنه طيبين. واخوانا الشيعه بيحتفلوا النهارده بيوم تمزيق جسد الشهيد الكبير والعظيم سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه. بدات الناس تبعت لي مشكوره انه اتكلم في الحكايه دي واحكي ايه اللي حصل، وابو بكر وعمر رضي رضوان الله عليهم عملوا ايه في ستنا عائشه، في ستنا فاطمه، والقصه والحكايه والبتاع. ما احنا ممكن نحكي، بس هو الحكايه انه اولا الحكايات التي جاءت من الماضي البعيد جدا هي حكايات مرسله، ما فيش كتابه خالص، ما فيش حاجه مكتوبه خالص، كتبت بعديها بسنين طويله. ثم هذا امر يعني شائك، والقول اللي قاله عمر ابن عبد العزيز قول مهم. قال لك دي مسألة، وكان بيتكلم عن الفتنة الكبرى، مش بيتكلم عن قصة الخلافة بعد رحيل أو قبض الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فقال لك هذه فتنة نجانا الله منها بسيوفنا، فلماذا نشرك فيها ألسنتنا؟ يعني نخش فيها ليه؟ فالحصل كله حكايات مروية. لكن الحكايه بتاعت السنه والشيعه، ما اقول ان احنا كلنا نتشيع لرسول الله وآل بيته كلنا، لكن في حاجه اسمها الشيعه. لا، احنا سنه وهم شيعه. طب تعال شوف، مثلا هم شيعه، شيعه مين؟ شيعه علي بن ابي طالب، وبيعملوا بسنه الرسول عليه الصلاه والسلام، واحنا السنه يعني سنه الرسول النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. يعني المسافات تقريبا واحدة. صحيح في خلافات، صحيح في حاجات جذرية تقيلة تقيلة جدا في التفسيرات وفي الأفكار وفي الأحاديث وفي الحاجات، ما تقرأ تلاقي بحر في خلافات عميقة، أنا يعني ما واضحة وزي الشمس. لكن ما يصحش تعمل فينا التباعد ده، وما يصحش تعمل فينا الحدة دي، يعني ما يصحش تعمل فينا التباعد دوت. ولا دي حاجات يعني أنا من القراءة في التاريخ ومن بصة إنك أنت دي حاجات كلها بتلعب بيها السياسة، بيلعب بيها ناس عايزين يغزوا ده في أدمغة الناس عشان تفضل طيارات مختلفة ونفضل قلة 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 وما نقدرش نعمل حاجة. فأرجو إن احنا نرتفع فوق حكاية التفاصيل. احنا مسلمين ومؤمنين بالنبي عليه الصلاة والسلام، تمام، يبقى ده بقى لوحده وده لوحده وده بيقول كذا وده فرد. وبعدين خلي بالك انه احنا بنقول دايما، مش احنا اللي بنقول، كتب التاريخ من المصري العرب والاجانب بيقولوا ان صحابة الرسول كانوا ناس حافظوا على الرسالة حفظ عظيم جدا وقاموا بدور كبير جدا. كونك تتوقف عند تفصيلة ما نعرفش مدى صدقها، ما نعرفش حصلت ما حصلتش بتاع، صحيح موجودة في كتب حكايات وبتاع، بس هل انت تعتقد ان ممكن الحوار اللي بعد ان قام سيدنا علي بن ابي طالب بيه حمل السيدة فاطمة الزهراء وحيدا ليلا حسب ما تروي الكتب ودفناها في البقيع ولم يخبر احد بمكان السيدة فاطمة الزهراء حسب وصيتها، وما خرجش حد من الصحابة يعني غير بني هاشم هم اللي ودعوا فاطمة في حاجة ضيقة كده وليلا حسب وصية السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء، وهناك خطبة يعني تقطع قلبك، لأنه بعد ما سيدنا علي رضوان الله عليه دفن السيدة فاطمة الزهراء وضعها في مثواها الأخير عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قبره وبدأ يخاطبه. اقرأ الخطبة دي قلبك يتشحتف. هل تعتقد انه الخطبة اللي قالها سيدنا علي هو لوحده مع النبي عليه الصلاة والسلام في قبره وحكى له حصل لنا كذا وحصل لنا كذا، مين اللي كتبها ومين اللي قدر يسمعها من سيدنا علي زي ما قالها، وازاي اتكتب بالطريقة دي؟ ما دي فكرة برضو، يعني واحد راح قبر وتحدث مع رسول الله ونحن نعتقد أنه يسمعه طبعا ونؤمن بذلك، وتكلم ومشي.
افرض انه حكاها لحد في يوم من الايام، هل نص الخطبه ده هو ده نص؟ فاذا احنا لازم يعني ادعوكم للتفكير في كل ما تقراه وكل ما تسمعه، لان هناك اغراض كثيره جدا سواء بالنسبه للسنه او بالنسبه للشيعه، اغراض كثيره جدا. فان تظل الامه منقسمه كده، على فكره ده شيعي اهلا وسهلا وده سني اهلا وسهلا، ليه يبقى في خلاف؟ مش خلاف، ده في معارك وفي كلام كبير جدا بيتقال من تحت الترابيزات وفوق الترابيزات والبتاع دي. هل نستطيع ان نرى رؤيه جديده لهذا الامر ولا ننقاد لكل شيخ بيقعد يحكي حكايه؟ مع تقديرنا لكل مشايخنا، لكن انت ما بتعرفش اين هواه، الى ماذا يريد ان ياخذك، رايح بيك فين، ما بنعرفش اغراضه ايه، ما بنعرفش عايز يثبت ايه، ما بنعرفش. فارجوكوا يعني فكوا هذا هذه الكآبة اللي حصل بين الناس كلها بتؤمن بالله سبحانه وتعالى وتؤمن بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكلنا ما فيش مسلم على وجه البصيرة البسيطة ولا ايه، ما فيش مسلم على وجه الارض الا ويجل ويحترم ويعشق سيدنا علي بن ابي طالب. مين اللي يقدر ما يعشقش علي بن ابي طالب؟ مين؟ وادعوكم بالمناسبه ديت ان انا قريت كتب كتير عن سيدنا علي، لكن كنت قلت مرات ومرات انه في حاجه عملها الاستاذ الكبير الكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي اسمها علي امام المتقين، عملها في جزئين واتعملت مسلسل كمان، عملوا اظن نور الشريف وكان كتبه عبد السلام امين السيناريو بتاعه اذاعي، مسلسل اذاعي. دي بقى من اجمل واعمق وابسط، هي دي بقى الميزه عند عبد الرحمن الشرقاوي، كان يجمع يقرا الكتب التقيله والعبارات التقيله ويقدر يصيغها بشكل عميق وحلو ومعبر وصادق بصيغه سهله. فما حدش فينا ما لا يقدر سيدنا علي، ومين يقدر يهوج ناحيه ستنا فاطمه الزهراء؟ مين؟ ده سيدنا محمد عمل اربع خطوط كده وقال لهم عارفين ايه دول؟ قالوا لا مش عارفين، الله ورسوله اعلم. قال لهم هذه خديجة بنت خويلد، وهذه فاطمة بنت محمد، وهذه مريم بنت عمران، وهذه امرأة فرعون. دول بقى يعني أعظم نساء العالمين اللي فيهم فاطمة، ما حدش يقدر يتكلم. طب أنا بقى يعني أنت كمان ما تمسش أبو بكر وعمر، مالكش يعني، ما ينفعش ما ينفعش، اتركوا لي صاحبي، اللي هم اتركوا لي صاحبي مالكوش دعوة بيه. لما حد اشتكى من ابو بكر الصديق، والقصه طويله مش عايز بقى يعني مش وقته بحكي لكم في اليوتيوب، فقال له اترك لي صاحبي يا اخي. وفي القران زي يقول لصاحبه لا تحزن، يعني الحكايه محتاجه. ارجوكوا يعني بحاول استثمر علاقتي بالناس اللي بيشوفوني، وانه نحاول نفكر نتامل انه ليه انا بشتم في ده وليه بشتم ايه مصلحتي؟ يعني كل هؤلاء عند المولى، واحنا هنعرف اكتر من ربنا؟ هو كفيل وهو عارف وهم عنده، وهو يتصرف معهم زي ما هو يحب وكما يشاء وكما كانت اعمالهم وكما كانت نواياهم. فهذا امر قد قضي، خلاص خلصت القصه. فكل ما ادعو لا تجرحني حتى لا اضطر الى جرحك. فبس دول كلمتين عايز اقولهم بمناسبه التعليقات اللي جاتني امبارح. وعايز اقول ان احنا لازم نبقى ما بنسمع لازم نفكر، والتفكير بيساعدنا للانتقال الى مراحل نفسيه وانسانيه واجتماعيه مختلفه. احنا بنستسلم احيانا للناس تاخدنا في سكك، ومفيش مانع ابدا ان يكون بعض الناس دول او قله من الناس دول لهم اهداف اخرى غير اهدافك. انت راجل بتحب سيدنا علي وبس، دي كل الحكايه، انه بنستغلك بقى ونوديك كده ونوديك كده ونوديك كده. بس يا سيدي لسه عندنا حاجات في باب الخلق وحاجات حلوه.